أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد إلى برنامج الموجة المفتوحة الذي ينقل إليكم ببث حي ومباشر من هنا في استوديوهات قناة هلا وموقع بنت. وإلى موضوعنا الجديد، يعتبر العمل في مجال المحاماة أمرا له تحديات عديدة، سواء كان ذلك على الصعيد المهني أو الشخصي. من يمتهن مهنة المحاماة يكون بحاجة للتمتع بخصال عديدة، من بينها قوة الإقناع والإصغاء وملاحظة أدق التفاصيل. ضيفنا في هذه الفقرة من برنامج الموجة المفتوحة هو محام شاب دخل هذا العالم بعد أن فكر بدراسة العديد من المواضيع، وهو يأمل أن يصل إلى الهدف الذي وضعه لنفسه بأن يصبح اسمه لامعاً في عالم المحاماة وفي أروقة المحاكم. ضيفنا هو المحامي مطلق بدران من البعنة. أهلا مرحبا بك الله أخ يسعدك أخي مطلق. محمد، أولا شكرا لكل طاقم قناة هلا ولإلك أخي فتح الله، وشكرا على كيف بعتوني يعني أجي لهون. كثير كثير مبسوط إني أنا هون. إحنا مبسوطين فيك الله كذلك، أهلا يسعدك وسهلا فيك الله يسعدك. أخ مطلق، بداية عرفنا على نفسك. المحامي مطلق بدران، أنا مطلق بدران ابن قرية البعنة، أنا مش ساكن بالبعنة، مقيم بالناصرة. عملت اختصاصي بالنيابة العامة بلواء المركز بالمجال الجنائي، واليوم أنا صار لي سنتين محامي بختص بالقضايا الجنائية الصعبة وقضايا السير كمان. نعم. لماذا اخترت تعلم المحاماة دون غيره من المجالات؟ ليش قررت تتعلم محاماة؟ شوف، المحاماة يعني من جيل صغير كان عندي شغف إني حابب أكون محامي لحتى أجيب حقوق العالم. يعني دائما كان طموحي إني بس أكبر بدي أصير محامي لحتى أدافع عن فلان أو أدافع عن فلان اللي حقه مهدور أو مش قادر يحصل حقه، خصوصا بالدولة اللي احنا عايشين فيها. فمهم جدا كان إلي إني لما حدا بده يتوجه لي أساعده من كل قلبي وأعمل المستحيل عشان يأخذ اللي بده إياه، ترجع له حقه عمليا. 100%. كانت دراسة المحاماة صعبة أخ مطلق؟ شوف، أنا بآمن بشغلة، المحل اللي أنت فيه وبتحسش بصعوبة عمليا ما فيش تقدم وما فيش تطور. أنا بالنسبة إلي من تجربتي الشخصية، طبعا في ناس بتقول إنه المحاماة كانت سهلة عليهم وكل إشي سهل عليهم، أنا بحكي من تجربتي الشخصية ما كانش سهل علي، وأنا فخور بهذا الإشي إنه ما كانش سهل علي. هذا الإشي بقول إنه أنا كنت بمحل اللي اشتغلت على حالي، أستثمر بحالي لحتى أتطور وأكبر. ف امتحان النقابة ما كانش سهل، عن جد ما كانش سهل، لدرجة إنه بيوم من الأيام قلت شو لإيش أنا شو بدي بهالشغلة. فقررت، بما إنه أنا إنسان كثير طموح وحابب هالقد أنجح، قررت إنه أروح على نيويورك، أسكن حلو. بنيويورك وأكمل طموحاتي هناك، وحبيت البزنس وهاي الأمور. مش يعني قررت تطلع على نيويورك وبديش اتعلم محاماة، بدي اروح على نيويورك. لا، اتعلمت محاماة تعلمت وكل وطلعت إشي، على نيويورك. وخلصت نعم. اختصاصي وكل إشي، بس لما شفت انه كل الشغلات بالنسبة لامتحان النقابة وهي الشغلات، قلت خلص انا بدي اطلع على نيويورك وبدي اكمل حياتي بنيويورك. وبالفعل طلعت على نيويورك وبديت اعيش بنيويورك لحد ما تعرفت على زوجتي اليوم الدكتورة كروان. كروان هي بنت سولم، بنت كثير بالنسبة إلي هي أحد الأسباب لنجاحي، بقولها يعني لأنه أكيد بتوجه لها تحية عامة عبر طبعا أكيد بوجه لها تحية. كروان هي اللي لاقت المشكلة اللي عندي، إنه أنا إنسان كثير بكون ببدا بشغله بصير افكر بدي اعمل شيء ثاني، يعني بالعبري بنقول هفرعوت كشف بالركوز. كروان دكتوره، فهي اللي لقت هاي المشكله، وبالفعل رجعتني من نيويورك. رجعت لهون، درست الامتحان النقابه، عملت الامتحان، يوم عرسنا هو كان اليوم اللي فيه العرس، يعني الامتحان النجاح. أصحابي لا لا مش امتحان، نجحت وكل شيء، عرفت اني نجحت، احتفلنا وكل شيء،
بس يوم اللي لازم ناخذ رخصه المحاماه نطلع على القدس ناخذ رخصه المحاماه هو كان يوم عرسي. وطلعت وجبت القدس ولا لا؟ لا طلعنا طلعنا بعد العرس باربع ايام. حلو. نعم. فانا بالنسبه لي هذا الشيء عن جد ما بنتساش وسبحان الله. يعني انت تؤمن بأن وراء كل رجل عظيم امرأة. هاي فش عليها جدا. وراء كل امرأة عظيمة في رجل، صحيح؟ طبعا. لو عاد فيك الوقت أخ مطلق لورا، بتعيد الكرة وبتدرس هذا الموضوع؟ لو رجعت بالوقت لورا طبعا، بس كنت بختار المحاماة لأنه أنا مبسوط شو بعمل. أنا كل يوم عندي قصة جديدة، كل يوم عندي مغامرة جديدة، كل يوم عندي تحدي جديد. يوم بالمركزية بير السبع بالمحكمة، يوم بحيفا، يوم بعكا، يوم بالناصر، كل مرة عندي إشي جديد. وكل قصة هي بحد ذاتها ممكن تكون عبرة، ممكن تكون الواحد شغلة يتعلم منها. نعم كنت بعيدها أكيد. إلى أي مدى كان امتحان الدولة صعبا؟ لأننا نسمع بالفترة الأخيرة أخ مطلق إنه الامتحان الأخير أو الامتحانات الأخيرة بالسنوات الأخيرة كانت صعبة وأصعب حتى بكل مرة، صحيح؟ شوف الامتحان صعب، هاي فش عليها جدال. أنا بآمن إنه اللي بده إشي بده يصل إشي عن جد وبيضل وراه وبيداوم عليه بيصله بالآخر. أهم إشي الواحد ما يخليش البيئة تأثر عليه، ما يخليش مثلا فلان يقول إنه لا هذا مش رح ينجح أو رح ينجح. يحافظ على البيئة اللي هو عايش فيها. انا دائما بقولها يعني انه احنا مش شجره. يعني انت بتقدر تقرر وين تسكن. يعني اكبر اثبات لما حكيت انه انا حملت حالي وطلعت على نيويورك، يعني بدي انجح، بدي يعني عنده طموح اللي بدي يفجر الدنيا. فحملت حالي وطلعت على بلد ثاني. بس انا بالاخر بعد ما تعرفت على كروان وكذا ورجعت لهون شفت انه لا انا هون احسن لي بكثير، لانه انا معارفي هون اكثر، ناسي هون أكثر، الوالدة هون موجودة كمان. نعم تحكي وهيك بتذكرني في مشروع عائلة عندنا، عندي خوات ثنتين أنا بتعلم محاماة. رغدة سنة ثانية وحليمة سنة ثانية. أعتقد بالفعل يعني بشوف إنه يدرسوا موضوع مش سهل، موضوع المحاماة. هاي رسالة أكيد بتوديها هيك لكل الطالبات والطلاب اللي بتعلموا محاميين اليوم، بدك تودي لها الرسائل. بس قبل الرسائل احنا من انت نجحت في الامتحان ولقيت نفسك محامي مع شهاده، لكن مجال العمل الخاص فيك مليء بالتحديات، صحيح؟ نعم اكيد. كل ملف هو تحدي بحد ذاته، خصوصا لما احنا بنتعامل قبال النيابه او الشرطه، والشرطه والنيابه هن مش سهلين يعني بالمره. فاذا المحامي ما كانش عنده حضور وما كانش عنده قدره اقناع وما كانش عنده حنكه وحكمه لحتى يتقدم بالملف ويجيب أقل ضرر لنفس أنا مش عم بحكي إسا على براءة، لأنه أغلب الملفات بتخلصش براءة، لأنه النيابة تقدرش تقدم لائحة اتهام إلا ما في عندها إثباتات معينة. يعني مش بالسهل النيابة العامة أو الشرطة حتى أي نعم تيجي تعطي لائحة اتهام ضد بني آدم وهو ما فيش عليه إثباتات، مش بالسهل. فأنا اللي بقوله أنه المحامي لازم يكون عنده الحنكة وعنده الحكمة وعنده الصبر قبل كل إشي، وقدرة الإقناع. أنه كمان التعامل مع الزباين مش سهل، خصوصا مع العائلات للزباين تعون. فرسالتي إلهن أنه لازم عن جد نتمتع بهاي الصفات اللي هي الصبر. هي ما هي الحكمة الصفات بالفعل عن جد لازم تكون عند المحامي ليكون محامي ناجح؟ أنا حسب رأيي أول شغلة وهي شغلة كثير مهمة، لازم يكون كمان فكاهة بنفس الوقت. لأنه الابتسامة ترسم دائما. نعم ودائما نزرع الأمل ونزرع القدرة على أنه إحنا مش هاي مش آخر الدنيا، أنه إحنا وصلنا لهيك إشي. في ناس وضعها بكثير أصعب من شو هي صار معها. يعني مثلا واحد ابنه انحبس عشان خطف فلان مثلا، بس في واحد ثاني ابنه انحبس عشان قتل فلان، وواحد عيلة انقتلها حتى بالمرة. هذه قصص تصادفكم أنتم كمحامين طبعاً كذلك. طبعا
سؤال آخر، ما هي أهم المجالات التي تتعامل معها؟ قضايا جنائية، سير، مدنية أم ماذا؟ المكتب عندنا هو أول شيء المكتب بكرمائيل. المكتب هو مكتب بوتيك. أنا بحب أول شيء أنا بآمن إنه المحامي الناجح والمحامي اللي هو عن جد بيعرف، أنا يعني ماخذ زي تقول مثل أعلى قدامي بالمحاماة اللي هو الشوفيت براك. الشوفيت براك دائما دائما كان يعرف، ما يقولش أنا حاكم بس بفهم بالجنائي، كان يفهم بعدة شغلات. وأنا هيك بآمن إنه المحامي اللي عن جد ناجح لازم يكون يفهم بعدة شغلات. فمثلا ممكن يكون عندي ملف حادث عمل اللي انقتل فيه اثنين، وهذا الملف حاليا احنا منديره اللي هو تعويضات. نعم. ومن جهة ثانية أنا فايت بالعالم الجنائي، يعني خلينا نقول إذا مثلا شفت إنه إسا في ملف اللي هو عن جد فيه الناس بتسأل شو بده يصير بعدين وهيك شغلات، مثلا تحب تفوت بحب أفوت فيه وبحب أفوت بهيك أمور، لأنه بحس إنه عندي الشخصية وعندي الجرأة وعندي الثقة بالنفس إني أفوت على هيك شغلات. والمحاماة كيف حكيت لك إنه القانون ممكن أنت تدرسه، أي بني آدم ممكن يدرسه ويصير يفهم فيه. عمليا أنت تحب وترغب وتقاتل من أجل دخول القضايا الصعبة. نعم. صحيح. نعم. هذا بذكرنا لسؤال، قضية رفعت بها وتعلمت منها الكثير على الصعيد الشخصي والمهني، في قضية تعلمت منها أضافت لك أكثر تعملت فيها؟ طبعا فيك بحكي بشكل عام. بشكل عام طبعا. أكيد. كثير قضايا علمتني أنه إذا إحنا منفكر أنه فئة معينة من العالم هي عندها تفكير معين فهذا الإشي غلط، يعني بالعبري بنقولها استيغما. فأول إشي صرت أنا أطلع على صرت أنظر على كل إنسان كونه إنسان، مش كونه من أي قومية جاي، مش كونه من أي ديانة جاي، مش كونه ولا بأي شكل بالمرة بالمرة، بطلع على الإنسان كإنسان. هاي أول شغلة. ثاني إشي إنه في قضايا معينة علمتني إنه الصبر 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 هو مفتاح عن جد كل خطوة اللي ممكن نتقدم فيها. لأنه مرات بمحكمة الصلح نيجي مثلا نغذر إحنا نطلق سراح فلان، وتيجي النيابة تقدم استئناف للمحكمة المركزية، يجي هو مثلا يقول لي لا خلاص بنفعش وشو قصنا نعمل وتدمرنا وكذا، بقول له طب اصبر شوي بعد في عندنا المحكمة العليا. فهم كيف؟ فالصبر أنا بالنسبة لي وهو شغلة اللي كثير, كثير كثير تعلمت منها هاي الشغلة. ما هي طموحاتك؟ إلى أين تريد أن تصل أخ مطلق؟ شوف أنا بآمن أنه الناس بشكل عام بتقسموا لثلاث أنواع. أول نوع هو معظم الناس، معظم الناس اللي عايش الدنيا عايشة بتشتغل 8 ساعات باليوم أو يمكن تشتغلش وخلص مش فارقة معها، تترك بصمة ما تتركش بصمة، التاريخ يحكي عنها وما يحكيش عنها. النوع الثاني من الناس هي الناس اللي تعلم طب أو تعلم محاماة أو تعلم معلم أو أي وظيفة واليوم خلص مبسوط بوظيفته وهذا أنا باليوم. والنوع الثالث من الناس هي الناس اللي طموحها خلاها تصل نجاح على مستوى عالمي لهالدرجة. يعني ممكن إسا أذكر أسماء تيجي تقول لي هاي مثلا هاي من مثلا زي توني روبنز اللي هو رجل أعماله كمان مدرب، زي كثير ناس اللي هي نجحت على مستوى عالمي. فأنا إذا بتسألني وين أنا بدي أكون، مش بالأول ولا بالثاني، طموح إني يكون نجاح على مستوى عالمي إن كان بموضوع المحاماة أو بمجال الأعمال ريادة الأعمال، لأنه هاي هي شخصيتي، هاي هي ثقتي بنفسي، وهاي هي طموحاتي اللي أنا بدي أكون فيها أخرى 10 سنين أو أخرى 15 سنة. أخبط لك على القمم العالية هي اللي بتدور عليها عمليا. نعم. وعشان توصل هاي القمم في حدا حدك وبساندك، صحيح؟ مين؟ أول إشي أنا بآمن بشغلة، هو مش بس حدا، هو كمان شعور وكمان شغلات اللي لازم نعملها بحياتنا.
أنا بآمن إنه الصلاة وبر الوالدين، أنا متأكد إنه أمي إسه عم بتسمعني كمان وأبوي، البر الوالدين. أيوه. بر الوالدين هو يعني الصلاة وبر الوالدين وخلوتك مع الرب العالمين. لما أنت ما حدا شايفك شو عم تعمل وشو عم بتفكر، بس رب العالمين اللي شايفك، هذول ثلاث شغلات بالإضافة لإلهن كمان شغلة رابعة اللي هي شو أنت بتعمل باليوم. شو أنت بتعمل باليوم؟ هل أنت تستثمر بحالك؟ هل أنت بتدرس شغلات جديدة؟ هل أنت عم تشتغل على حالك؟ كلياتهم هذول أنا بكون بعطيهم كل واحد 25% لحتى نصل 100%، وهذول الشغلات هن اللي بيطرحوا البركة وهن اللي بيخلوا الإنسان عن جد ناجح على مستوى. من هالطموح ومن هالسند اللي بتحكي عنه، رسالة بتحب توديها المحامي مطلق بدران، لرسالة بتحب توديها للي بيشوفوك الآن؟ نعم. وكذلك يعني أنا بتقدر تقسم الرسالة للجمهور للمشاهدين وكذلك لطلاب المحاماة لليوم هيك شباب. من قسمهن لشغلتين. أول إشي رسالتي لكل إنسان عن جد، مش مهم شو عمره، مش مهم شو بيعمل بحياته، دائما خليك متفائل وخليك إيجابي واتكل على رب العالمين، والأربع شغلات اللي حكيت عليهن عن جد اعملهن لأنك أنت راح تحس مبسوط مع نفسك، وفيش إشي مستحيل بالآخر لما إحنا بدنا نحط هدف. كمان شغلة مهمة إنه اكتبوا أهدافكم، كتابة الأهداف أنا بحكي عن حالي إنه أنا كاتب أهداف وحطتهم بجزداني لهالدرجة، يعني مرات باجي عبالي مرات بالأوقات الصعبة باجي بفتحهن بقول ولاي شو عن جد أهدافي، هاي الأهداف اللي أنا بدي إياها. فاكتبوا أهدافكم، مش مهم شو أعماركم، ودائما خليكوا على يقين أنه رح تصلوا اللي بدكوا إياه. وبالنسبة لطلاب المحاماة وطلاب الطب حتى كمان أي طلاب، مش مهم، كل واحد اختار مهنة لإله. رسالتي هي أنه حتى لو من أول مرة، حتى لو من ثاني مرة، حتى لو من ثالث مرة، حتى لو من عاشر مرة، هذا هو الشرف وهاي هي الثقة وهاي هي وهذا هو الطموح عن جد، وهي هي قصة نجاحك بحد ذاتها اللي هي شرف المحاولة. وضلكوا حاولوا، وإذا إشي صعب عليكم اتوجهوا لناس اللي هي بتفهم، خلوا يكون عندكم منتور معين اللي هو ناس اللي ممكن تفهم على شو أنتوا بتحكوا، ناس اللي مرقت هاي التجربة، وهذا هو بالنجاح للجميع. المحامي مطلق بدران من البعنة، شكرا جزيلا لك على يسعدك. هذا الحوار الشيق والمميز، شكرا جزيلا. الله يسعدك، شكرا. مشاهدينا نخرج الى فاصل اعلاني قصير لنعود لمتابعة فقرات الموجة المفتوحة، عودوا الينا.